بالعكس صح، احنا كوبل تحفون على الاخر متفاهمين كاني معرسين البارح ولا البارح. قل لي مدام يعاونك المسيو في الدار. اي قلت بالقضيه عاد هو عاد قضيه تاع الشرع اللي هو يلزم يعرفوا بعضهم برشا برشا برشا، مش نهار ولا يلزم يعرفوا بعضهم برشا برشا، خاطر قد ما يعرفوا بعضهم خير. اما تو شهرين ثلاثه ويقول لك هكا هاو رانا باش نخطب باش نعرس، ما جاتش الزيت. قلت شوف فيهم صغار فريفتات ياسر، كان انثى كان اذكر، حبيت وحبني يلزم يجي لدارنا يخطبني ويعرس على روحه. هي هذيك لا يلزم يعرفها بالكدا يدرسها وهي تدرسه زاد. قل لي مدام كيفاش تعدي نهارك في رمضان؟ نعدو نهار ما هو الصغار تقرا، نقوموا الصباح نكملوا القضيه يمشوا الاولاد يقراوا هيك، ومن بعد ندور نمشي للبرشي نقضي نروح، عندي شطاليه صابون نغسلها ونتلهي عاد هاكا شويه. شد الكوجينه. شد الكوجينه، نقرا شويه قران الساعه ومن بعد نشد الكوجينه. وانت كيفاش تعدي نهارك؟ نعدي بين القرايه وبين الدار وبين النوم وهذاك، وبعد نقوم نعاون امي. شنو تعمل بالضبط؟ نعمل معها السلاطه البريك هكا حاجات هكا ونحط معها الطاوله الحاجات الخفيفه يعني. قل لي مدام يعاونك المسيو في الدار؟ اي قلت بالقضيه عاد هو عاد قضيه تاع الشرع اللي هو ما يعاونكش في الكوجينه شويه؟ لا لا شويه شويه مش يروح مخر هو شويه. بنيتي يعاونوني ولدي وراجلي القضيه تاع الشارع. علاش مدام في رمضان تكثر المشاكل بين الكوبل حسب رايك انت؟ كيفاه؟ علاش في رمضان تكثر المشاكل بين الكوبل بين المعرسين؟ ايه بالعكس صح، احنا كوبل تحفون على الاخر، ما بين راجلي وصغاري مصلي على النبي، ولدي تبارك الله مصلي على النبي 22 سنه قداش عمره توا تبارك الله، وعنده زوج بنيات متفاهمين كاني معرسين البارح ولا البارح. ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله. فما برشا كوبل في الفترة الأخيرة تبدل الوقت مش كما قبل كما توا كثرت برشا المشاكل ونسبة الطلاق والكل. مشاكل من المعيشة، من المعيشة، المعيشة غالية برشا بالحق، توا تلقاهم عرسوا كما يقولوا عندهم شهر ولا اثنين، اليوم تلقاهم في المحكمة علاش؟ على المصروف، على ذيك ما ثماش، على ذيك ما ثماش، الراجل قداش منهم، ولا المرأة تقعد قاعدة في الدار منين باش تجيب؟ باش يولوا يتعاركوا، تلقاها بصغير باثنين أنا في المحكمة. هذاك اللي مخلي الطلاق مكدس تو. انت ما تراش اللي قله التفاهم والناس اللي الناس ما عادش عندها وسع بال وكل. زاد الكوبلوات تو اللي قادمين تو على الزواج، تو يقول لك حبتني وحبيت هكا، هو تو يلزم يتفاهم يلزم يعرفوا بعضهم برشا برشا برشا، مش نهار ولا يلزم يعرفوا بعضهم برشا برشا، خاطر قد ما يعرفوا بعضهم خير. اما تو شهرين ثلاثه ويقول لك هكا ورانا باش نخطب باش نعرس، ما جاتش الزيت. معناها انت تقول لي مددوا شويه في فتره التعارف. شويه بالحق نشوف فيهم صغار فريفتات ياسر، كان انثى كان اذكر، حبيت وحبني يلزم يجي لدارنا يخطبني ويعرس على روحه. هي هذيك لا يلزم يعرفها بالكدا يدرسها وهي تدرسه زاد، خاطر مش كي قبل كيما توا. قبل كيفاش كانت العرس؟ كيفاش كان قبل والعرس كيفاش ولا؟ قبل خير، قبل خير مش كيما توا. قبل شنو هما الحاجات اللي تبدلت؟ والله الدنيا راهي هي هي، العباد تبدلت، العباد تبدلت، ما عادش كيما قبل، هو يكذب هي تكذب عليه، أنا عندي أنا ما عنديش أنا كل حاجة، هذيك اللي تعمل المشاكل. أما بكري احنا كنا مثال خطب قعد عام نقولوا احنا عرس ما كي راضية باللي كتب، عارفة شنو عنده، ما يكذبش عليك، أما تو الكذب ياسر، هو يكذب هي تكذب. هاو علاش ما يتفاهموش؟ انت كان تجيك بنتك في ليله ونهار وتقول لك ما راني باش نعرس، شنو تكون رد فعلك؟ الا ما نشوف الصعانه اللي باش يخطبها، نشوفه نشوف كلامه نشوف حديثه، وانا وابوها زاد قبل كل شيء نعرف تحب هي، حتى الحب لها هي مش ليا انا، وموعدهم متفاهمين هما باش يعرسوا مش انا، اما انا عندي نظره مش كما هي تو، هي تو في 19 سنه ولا 20 سنه مش كما نظرتي انا كامها، انا نعرف خير منها هي. التونسي اليوم يعاني برشا من وسائل التنقل، الترونسبور التونسي. لا الترونسبور من غير ما تحكي لي، احنا عندنا ليني الكات، صدقني الصباح خارجه جابتي للطبيب، يجي ساعه احنا قاعدين نستنوا في المترو، باش جا المترو. حسب رايك مناش المشاكل نتاع الترونسبور كثرت؟ اعلم والله اعلم والله لاني عارف، هذه مش شركه، هذه مش من هذه شركه النقل، مش هي احنا ذي. وشنو رايك في المشاكل اللي تصير في الترونسبور؟ كم البراكاجات والتبازنيس وال لا مكدس بنيتي. ربي يسترنا وكهو، تطلع في المترو تعيف روحك، والله تعيف روحك، أنا نشوف فيهم في المتروات شيء عيف، الواحد يرضى يمشي على ساقيه وما يمشيش في المترو.
شنو تحب تقول للعباد اللي تمارس في العنف وفي البركاجات و... ربي يهديهم باش يقول العبد ربي يهديهم وكا اش عنا باش نقول كان ربي يهدي يا ربي يهدي وليداتنا الساعه قبل كل شيء ومن بعد الله يهدي الجميع وكا